يوقف صالح مساهم مستهلك، شنو دوره؟ شنو دور عضو مجلس إدارة؟ يعني الآن وإحنا نتكلم عن القانون الجديد، إحنا تكلمنا عن القانون الجديد، في مشاكل القانون الجديد، طالبنا بتعديل بعض مواده. يعني إحنا بالصوت الواحد ما عندنا مشكلة معاه. ما يخالف صالح. بالجمعيات التعاونية. الآن رئيس اتحاد الجمعيات المعين يقول لك إذا عندك دليل على أن اتحاد الجمعيات منبطح طلع دليلك ومستعد الداخل معك. يقول لي الكلام هذا؟ نعم توقف. حيا الله خليه يدخل. يقول لك عطني الدليل أنا. شلون أعطي الدليل؟ هذا ملف كامل كله موافق على زيادة أسعار. زين؟ طالعه من لجنة أسعار في اتحاد الجمعيات. زين انا اقول يعني خلنا بقول لك انا اقول يعني حق الاخ حسين يعني احنا دعيناك واعتذرت لظروف معينه، انا اقول سوي المداخله اتصل خلي اعداد الاخوان يتصلون عليه وهذا الاخ سالم موجودين والاعضاء موجودين زين يرد عليه وانتهت القصه زين. ليش بالاتصال بالاعداد زين ابو احمد انا اقول لك شغله، سبق اني طلعت وياك في حلقه نعم واتصل فينا رئيس اتحاد الجمعيات ونفس الكلام، هذا كان منتخب وهذا معين ونفس الاسطوانه ونفس الاسلوب ونفس الرتم يتكلمون. يعني انا ما ادري هم يتكلمون برقه او شيء ما ادري. انت عندك اوراق تثبت ان ارتفاع الاسعار. انا عندي اوراق ان غلاء الجمعيات التعاونيه كله بسبب لجنه اسعار في اتحاد الجمعيات، وهذا مدير جمعيه تعاونيه ويانا مدير عام ويشهد على كلامي. هذه نقطه، النقطه الثانيه لما استلم رئيس اتحاد معين لما يقول عطني دليل انا اعطيك دليل الان. استلمت وتعهدت انك تحل لجنه الاسعار. صح. واحنا طالبناك انك تحل لجنه الاسعار اللي مو قايمه بدورها. وما عندها الا موافقه على زياده اسعار. وتعهدت انك تحلها. ضغوط تعرضت لها من قبل موظفين بمبنى الاتحاد. ما خلوك تحل اللجنه. موظفين داخل الاتحاد موظفين داخل الاتحاد. انا بعطيك شغله بسيطه، هو يتحداني انا بعطيه شغله بسيطه، انا لو بتحداه بقعد وياه للصبح ما خلص. مبنى الاتحاد يعج بالتجاوزات ابو احمد، لا يقعد مدير معين مع احترامي له قاعد يقول اتحداك. احنا عارفين، احنا اعضاء منتخبين عارفين شنو مشاكل العمل التعاوني. مع احترامي له هو موظف بالشؤون معين يقول اتحداك. عضو منتخب وانا اتحداه، عضو منتخب في احدى جمعيات تعاونيه والان اصبح رئيس مجلس اداره جمعيه تعاونيه موظف عنده، شلون؟ شلون يا ابو احمد؟ يعقل؟ عندك الدليل؟ موجود هو يعرفه. يعني انا الان امين سر في جمعية تعاونية أو الأخ مدير عام حاليا في جمعية وفي نفس الوقت رئيس مجلس إدارة في جمعية ثانية، يصير؟ ما يصير. عنده الأخ اللي قاعد يقول أتحداك عنده موظف رئيس جمعية في إحدى الجمعيات التعاونية، يلا شلون؟ موظف عنده ومنتخب في جمعية تعاونية.